مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج السلطة الرابعة، والتي نبدأها بأبرز العناوين اليوم. في المساجيرو، هل ستؤثر القرائن التي قدمها نصر الله على مسار التحقيقات في قضية اغتيال الحريري؟ وفي نيويورك تايمز، تزايد أعداد الطلاب الإيرانيين في الولايات المتحدة رغم صعوبة الحصول على تأشيرة. بداية جولتنا على أبرز ما جاء من عناوين في الصحف الغربية، نبدأها بعرض لأبرز عناوين الصحف الأمريكية. في نيويورك تايمز، البرتغال تتجه إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة. في الواشنطن بوست، مخاوف من أزمة في لبنان مع اقتراب قرار الاتهام في مقتل الحريري. في الواشنطن تايمز، التطلع إلى السماء في باكستان في إشارة إلى حجم كارثة الفيضانات هناك. وبالنسبة إلى عناوين أبرز الصحف الفرنسية فجاءت على هذا النحو: لوموند، الحكومة الروسية تفشل في مكافحة الحرائق. في الفيجارو، مخيم في بريطانيا لمكافحة التشدد الإسلامي. ليبراسيون، رمضان في فرنسا في إشارة إلى تزايد أعداد المسلمين الصائمين في الشهر الفضيل. وبالنسبة إلى عناوين الصحف البريطانية فجاءت على هذا النحو: في الفاينانشال تايمز، انخفاض قيمة العقارات في بريطانيا يثير قلق الاقتصاديين. وفي الجارديان، الجامعات البريطانية ترفض قبول أعداد قياسية من الطلاب. في الاندبندنت، مخاوف من ارتفاع أسعار القمح والشعير. أخبارنا المتفرقة مشاهدينا لحلقة اليوم نبدأها من صحيفة الديلي تيليغراف، ودراسة بريطانية أظهرت إصابة أكثر من 2 مليون طفل بريطاني بالحساسية جراء تناولهم لبعض الأطعمة، وتاليا فإن فرض قيود على نظامهم الغذائي لم يكن دائما صحيحا، والعديد من هؤلاء الأطفال حرموا من تناول بعض الأطعمة المفيدة بسبب التشخيص الخاطئ لحالتهم. ومن الديلي ميل، محاولة للتعرف على مصدر إلهام رسم ديزني الشهير الذي يظهر فيه ملك الغابة سامبا وإلى جواره شبله الصغير، وصورة فوتوغرافية حقيقية للاثنين في سهول سيرنجيتي في تنزانيا، حيث يبدو أسدا عملاقا مخاطبا شبله الصغير: غدا يا بني ستكون ملك الغابة. توقفت صحف اليوم عند المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كما تناولت الصحف الشأن الإيراني والتحضيرات لشهر رمضان الكريم. نبدأ مقالاتنا بعرض تعليقات الصحف على المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وقدم فيه على مدى ساعتين ما اعتبره قرائن على تورط إسرائيل بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. افتتاحية المساجيرو الإيطالية نشرت مقالا تساءلت فيه عن احتمال تحويل الشبهات عن حزب الله إلى فريق آخر بعد هذا المؤتمر، وعنونت: قرائن مهمة ضد إسرائيل في اغتيال الحريري. حاول حسن نصر الله إبعاد الشبهات التي حامت حول حزب الله والتي قد تصدر في القرار الظني المرتقب في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقدم قرائن بالصوت والصورة ليوجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل، علما أن المواد المعروضة كانت محفوظة في أرشيف الحزب منذ أعوام، والمحكمة الدولية الناظرة في الدعوة كانت في البداية توجه أصابع الاتهام إلى سوريا، ثم عادت فحولت الشبهات إلى حزب الله. فإلى من ستوجه التهمة هذه المرة في حال أبرمت تسوية جديدة مع حزب الله؟ الصحف الأمريكية بدورها توقفت عند كلام الأمين العام لحزب الله أمس، فاعتبرت الكاتبة جنين زكريا في الواشنطن بوست أن نصر الله اعتمد أسلوب المحامي في عرضه لقرائن تسعى لإظهار إسرائيل بأنها تقف وراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وعنونت مقالها: الأزمة اللبنانية تشتد مع قرب موعد صدور القرار الظني. عرض حسن نصر الله بأسلوب درامي شرائط فيديو لاعترافات عدد من عملاء إسرائيل وصورا جوية لمواقع صورتها طائرات استطلاع إسرائيلية، وتساءل لماذا لم تطلب المحكمة الاستماع إلى أحد من هؤلاء. وفي بيروت ترتفع صورة للرئيس رفيق الحريري مكتوب عليها الحقيقة من أجل لبنان، فبعد 5 أعوام من اغتياله لا يزال محبوه يزورون.